يا وصاب برو سليبر هير، رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على بزاف ديال الحوايج تبدلت في لاشين. اول حاجه لاشين تبدلت سميه، مابقى زكريا سليمي ولا سليبر، المهم ما تسولوش كيفاش فاش لقيتها سميه. ثاني حاجه اش قلت لي باش اني ندير كل شيء جايك، لحقاش انا فان ديال جايك، كعارفين ادفنتشر تايم. المهم عجبني انا السكين ديال جايك وبغيت نديره. والحاجه الاخرى انكم كتشوفوني في اي بي ارتست، هذا لي في اي بي، ثانك يو ارتست. وغادي ندير لكم لاشين ديالو في الديسكريبشن. المهم يبان لي راني طولت في الهضره، نبدا. لا سيري تبلوكات، شتي لا سيري كي راه دير، هيا تبلوكات عاوتاني، تبلوكات عاوتاني، تبلوكات عاوتاني، تبلوكات، شتي كي راه دير، تبلوكات تبلوكات، مشيت فيها، مشيت فيها، بليز، 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 لا سيري تبلوكا ونغلب بحال واخا هاكاك ما سوقيش انايا، خلاص الكلافي تبلوكا، ماينكرافت تبلوكا نرجع. المهم الدراري هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان يعجبكم. الى عجبكم ديروا لايك سبسكرايب كومنت شير، ولا ما عجبكمش ديروا ديسلايك وكتبوا لي في لي كومونتير شنو هي الحاجه اللي ما عجبتكمش. والسلام عليكم. ونسيت نقول لكم واحد الحاجه، لاشين ديال ارتست في الديسكريبشن، سيروا تابوناو عنده لحقاش كيدير جيفاويات وكذا كونطاج ماينكرافت لا خلا. يلا السلام عليكم.